مرحبا بكم أعزائي المشاهدين، نلتقي بحضراتكم مباشرة اليوم من مدينة دبي، واحدة من أجمل مدن العالم واللي بتحتضن مباراة اليوم. إذا يبدأ الشوط الأول. تناقل جيد للكرة في محاولة لكسر التعادل. والنتيجة 1-0. سلبت ما زالوا يبحثون عن التعادل. الهجوم مستمر لتقليص الفارق. هذه فرصته. تسديدة لا تمر. فرصة خطيرة. بناء الهجمة يأخذ وقتا. فرصة هدف وتصبح النتيجة 3-0. نستكمل مجريات هذه المباراة. الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول. مواجهة ثنائية. جول! هدف آخر يعمق من جناح الخصم. النتيجة الحالية 4-0. هذه فرصته. هدف رهيب. من جديد مع أهداف هذه المباراة. الله على الإبداع. تدخل غير سليم. واحد ضد واحد، كرة ما بتمر. بناء هادئ للهجمة رغم التأخر في النتيجة. 5-4-3-2.
إذا عودة إلى مجريات اللقاء. فرصة واحد على واحد. دفاع جيد. صارت 5-2. نعود مجددا إلى المباراة. واحد ضد واحد. حتى بالمرمى بيعوز الفارس. من جديد مع أهداف هذه المباراة. نعود للمباراة والنتيجة 6-4. مهارة رائعة. مواجهة ثنائية. هدف رهيب. تنطلق المباراة من جديد. دفاع رائع. ما توفق فيها. الكرة ما دخلت. فرصة خطيرة. الهدف يؤكد السيطرة المطلقة على المباراة. إذن عودة إلى مجريات اللقاء. يس يس يس. يلا يا جمهور دبي، سمعونا التشجيع. وين الحماس؟ بدي صوتكم يزلزل الملعب. واحد ضد واحد. طاحت بغرابة شديدة. جول جول جول. تنطلق المباراة من جديد. تأني في بناء الهجمة. 60 ثانية على النهاية. فرصة واحد على واحد. هدف رهيب. نعود مجددا إلى المباراة. باقي 30 ثانية. هذه فرصته. يمكن نشوف هدف آخر في اللحظات الأخيرة. في المرمى. حتى في اللحظات الأخيرة مستمرون في التسجيل. نستكمل مجريات هذه المباراة. Yes, now.
شكرا لكل الجمهور هنا في ملعب دبي، الكل ساند وشجع حتى النهاية.